زي ما حضراتكم عارفين، البعثة الأولمبية المصرية خلاص تمت مهمتها بنجاح جدا في طوكيو. حصدنا 6 ميداليات، منها ذهبية وفضية وأربعة برونز. طيب اللاعبين أكيد يعني لازم يكون معاهم مش بس مدربين، زي ما احنا اتكلمنا بتبقى بعثة كاملة، لازم يكون معاهم حاجة اسمها معد نفسي، لازم يكون في شخص برضو بيراعي الشق النفسي اللي أعتقد هو أهم من أي شيء تاني، ربما يكون كمان أهم من الشق الفني. فهنتكلم في كل ده وهنتعرف أكتر على التفاصيل وإزاي تم إعداد الأبطال والصعاب والتحديات اللي واجهوها، وفكرة كمان ما قبل يعني البطولة وما بعد البطولة، وفي حالة الفوز وفي حالة كمان الهزيمة إزاي أنا أعد مرة تانية وأعطي الثقة مرة تانية، وفي حالة كمان الإصابات دي أعتقد نقطة كمان مهمة جدا. خلينا بس نرحب بدكتور محمد صفي الدين، المعد النفسي الحياتي لفريق الفراعنة الأولمبية، وهنفهم طبعا هذا المصطلح. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا بحضرتك، منور البرنامج، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. وطبعا لازم تكون دي البدايه فعلا، المعد النفسي الحياتي برضو ايه، نفسرها كده ونشرحها للمشاهدين. صباح الخير طبعا، وكل سنه وانتم طيبين، سنه جايه سعيده ان شاء الله، ومبروك لمصر على الانجازات الجميله بتاعتنا. الحمد لله. معد نفسي حياتي، انا الشغل بتاعي الاساسي قبل ما بشتغل على الحاله النفسيه للاعب بشتغل على الحياه بتاعه اللاعب نفسها، على اللايف ستايل. انا بدرس الحواس بتاعه اللاعب قبل ما ابدا اشتغل عليه، اي حاجه عايز اوصلها مع اللاعب عشان نوصل للاقناع او نوصل لاي حاجه من ناحيه نفسيه عايز اشتغل عليها لازم اكون فاهمه وفاهمني. ان اللاعب نفسه في الاول، انا بقعد معاه شهرين ثلاثه الاول بفهم اللاعب، بفهم كل الحاجات المحيطه دي، بيعمل ايه في يوم وبره التمرين جوه التمرين، اسرته وحياته اصحابه، وبيكون بكون على تواصل بكل الافراد المحيطه دي. يعني معظم اللاعبين اللي شغالين معايا انا بكون على لينك مع الاسره، مع اصحابهم، مع اليوم بتاعهم ماشي ازاي. فالحياتي اساسه ان انا بشتغل على الشخصيه بتاعت اللاعب قبل ما بعمل اي حاجه خالص ليها علاقه بالتدريب. بعد لما بشتغل على الشخصيه ببدا افهم اللاعب، فببدا انا ببقى عارف اروح فين، هشتغل فين. فبعد كده بشتغل على الاي كونتاكت، البادي لانجوج، الحواس بتاعت اللاعب. ببدا واحده واحده شغال، عشان كده احنا بنشتغل من بدايه الموسم. بيساعدني لما اجي اكون عايز اوصل لحاجه معينه مع اللاعب وقت الكومبيتيشن. فانا ببدا بدايه من الاول خالص افهم اللاعب وافهم الحواس بتاعته وافهم دماغه رايحه فين، وافهم هو عصبي، هو هادي، هو مودي، افهم انا طريقه دخولي لعقله ازاي. يعني ده بالنظر حضرتك يعني واصل هذه المرحله، والمعد النفسي يكون عنده فكره ان هو حتى مش لازم اللاعب يشتكي له او يحكي له، حضرتك عندك برضو السنس انك تقدر تقرا اللاعب اللي قدامك. الحمد لله، يعني انا واخد ورك شوب، انا واخد ورك شوب في الاي كونتاكت من جورج في حاجه الاي كونتاكت كمان بالتحديد اللي هي بس انا ده بستخدمه لنفسي وبستخدمه للاعب، لان انا في بعض المباريات بخلي اللاعب هو يستخدم الحاجات دي للاعب المنافس. أوكي. يعني انا بقى احنا بنتفق ازاي احنا هنخش على البساط، خلاص احنا اتمرنا وذاكرنا وعملنا كل حاجه، فانا داخل هلعب، هتبص في عينه ولا مش هتبص له، طب خايف ولا مرعوب، ما في نظره معينه انت ممكن تديها للي قدامك بتدي كذا مؤشر. فاحنا ازاي بنلعب على ده، وده اشتغلناه هنحكي قدام مع بعض اللاعبين. وفي بعض الاوقات المعينه ودي بتبقى ظروف صعبه شويه، لو عندي لاعب عنده مشكله ما، وده حصل معانا في بطوله من بطولات مع هدايا ملاك، وكانت مصابه وكان في وقت كان صعب جدا، فاحنا لعبنا على البادي لانجوج والاي كونتاكت لان اللاعب اللي قدامها كان اقل منها في الترتيب، وكانت طبعا هدايا كان ليها قدرها على في البطولات ساعتها، فكان ده الحل البديل. احنا كانت عندنا اصابه، وكان طبعا الجهاز الطبي كامل كان قايم بدوره، فانا كنت لازم اشتغل على الحواس عشان ادي انطباع للاعب قبل ما يبدا الماتش، فيكون في جزء من الرهبه للاعب الاخر مش للاعب بتاعنا.